أقام مجمع الشيخ حسن علي عبد الله الكانمي مساء أمس بمقر المجمع حفل بمناسبة تخريج حفظة كتاب الله العزيز، كذلك بحضور نائب رئيس المجلس العالي للشؤون الإسلامية فضيلة الدكتور محمد خاطر عيسى ولفيف من رجال الدين والعلم والمعرفة. تقرير عبد الله هارون برما. يأتي هذا الاحتفال الرسمي المنظم من قبل فروع مجمع الشيخ حسن عبد الله الكانمي بمناسبة حفل تتويج الشيخان اللذان توصلا إلى رفع درجة الجونة، وهما مالوم كروم ومالوم ملاشاري اللذان بذلا جهودا جبارة في القرآن الكريم حفظا وتلاوة وإتقانا. استهل الحفل الميمون بتلاوة أطرة، ومن ثم قدم الشيخ الدكتور محمد عبد الله بكر كلمة رحب فيها الجميع على حضورهم هذا الحفل، مذكرا إياهم بأن حافظ القرآن الكريم له مكانة عظيمة عند الله ومع الكرام البررة. أما شيخ القراء الجوني ميكائيل فقد أثنى على الجميع مبينا أهمية القرآن الكريم والسنة النبوية المطهرة، وحث التمسك بالقرآن الكريم إلى جانب علومه الشرعية التي تعد من أهم واجبات لدى الفرد المسلم. رئيس المجمع الجوني محمد ياسين قال إن هذه الكوكب التي اختارها الله أمضت وقتا طويلا للوصول إلى هذه المرتبة العلمية، وخاصة في القرآن الكريم وترتيله. في احتفال ليس بعدها احتفال، وبمناسبة دينية إسلامية يهتز بها عرش الرحمن، ألا وهو تتويج بعد حفظة كتاب الله إلى رفعهم درجة الجونة. هذا إن دل فإنما يدل على أن الإسلام بخير. راعي الحفل فضيلة الشيخ الدكتور محمد خاطر عيسى نائب رئيس المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية أعطى لمحة تاريخية مؤجزة إلى رفع درجة الجونة. هي هذه الكلمة هي صدرت من بلد القرآن مملكة كاني، وانتشرت إلى أن وصلت إلى برمان، لأن الثقافة الإسلامية هي انتقلت من هناك إلى تشكيل معروف حقائق. سبب عن ذلك هذه الكلمة لم تقف عند حد، وإنما هي انتشرت في البلاد كلها. وفي نهاية المناسبة تم تقديم شهادة الشكر وعرفان لشيوخ المجمع على ما بذلوه من جهود وتضحيات كبيرة في سبيل تعليم أبناء المسلمين في حفظ القرآن الكريم والعلوم الإسلامية.